واليوم قاعد نشوف هالمجموعة العنصرية هذه قاعد تردد نفس هذا الكلام، وهم امتداد لهذا الطابور الخامس. وحنا مو محتاجين نثبت لكم حنا منو. حنا الأرض الكويت تشهد. شوفوا أسماء الأراضي بالكويت وتشهد. تعرفون هذه أراضي منو؟ تعرفونها ونعرفها، هذه أرضنا، ولا محتاجين حنا نرجع ونطلع لكم وثائق تاريخية ونثبت لكم هذه أراضينا وهذه مراعينا وهذه امتدادنا. لا، هذه امتدادنا وهذه أرضنا غصبا عليكم، ولا نحتاجين نثبت لكم فيه. وجايين اليوم يطعنون في هويتنا، وجايين اليوم يطعنون في هويتنا، وحنا اللي بدمنا بنينا هذه الهوية. حنا اللي المعارك الكويت كلها تشهد، وشوف الشهداء تشهد، وشوفوا الأسامي. هذه الكويت للكل، هذه الكويت للجميع، هذه الكويت للحضر والسنة والشيعة والبدو، هذه الكويت للكل، مو لكم أنتم بس. ولا راح نقبل هذا التوجه، وراح نواجهكم وراح نحاسبكم إذا الله قدر ووصلنا.